اجتماع لجنة الإشراف على مؤتمر كوب 22 هم آخر استعدادات لاستقبال مؤتمر الأطراف. محاور عمل اللجنة توقفت عند التوجيهات الملكية السامية ورصدت حالة تقدم الأشغال التحضيرية والمبادرات المغربية من أجل إنجاح المؤتمر. المغرب لم يكتفي بهذا ما ينتظر منه، ندخلنا في اتخاذ مجموعة من المبادرات مع أهداف، مبادرات أساسا مرتبطة بالدول الأكثر معرضة ل مخاطر المناخ، إفريقيا، الدول السائرة في طريق النمو، مسائل مرتبطة بالتمويل، مبادرات مرتبطة بالجانب الفلاحي وبأساسا الأمن الغذائي بارتباطه مع إشكالية التلوث. تعبئة المجتمع المدني أخذت حصة من اجتماع اللجنة، حيث تم التوقف عند برنامج عمل حافل باللقاءات تنعقد خلال الفترة القادمة بجهة المملكة وتهدف إلى إشراك المجتمع المدني في النقاش حول المناخ. فرصة تاريخية اللي عندنا ديال انعقاد مؤتمر الأطراف، وأن يكون يعني عمل بين المجالس الجهوية الجديدة التي لها سلطات يعني قوية الآن، المجتمع المدني، القطاع الخاص، وكذلك القطاع العلمي، لأن في كل الجامعات المغربية الآن هنالك مجموعات أعمال وبحث حول البيئة. يعني إحدى الأفكار اللي تنشتغلوا عليها هي يعني التحضير لهذه اللقاءات الجهوية اللي غتسمح بإطلاق هذا المسلسل. التحضير لمؤتمر الكوب 22 تعبئة شاملة تضم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهدف ضمان جاهزية المغرب لاستقبال هذا الحدث الهام من جهة، وجعله في صلب النقاش الكوني حول التغيرات المناخية من جهة أخرى. دينامية كبيرة يعرفها التحضير للمؤتمر، ما يمثل فرصة لرفع الحس البيئي وإشراك المزيد من الفاعلين في رفع تحدي المناخ إلى أبعد مدى.